لتحصلي على أظافر قوية لازم تركزي على معدن الحديد الموجود من ناحية بالمشتقات الحيوانية مثل اللحم الحمراء، سفاين الدجاج، السمك، التونة وقصبة الدجاج المشوية، والحديد الموجود بالمصادر النباتية مثل البقوليات، الحمص، الفاصوليا، الفول والعدس، إضافة للحشائش الخضراء. ولكن ما تنسي تضيفي عصرة من الحامض على المنتوجات النباتية تزيد امتصاص الحديد من هالفئات الغذائية. الزنك نوع تاني من المعادن اللي كتير مفيد لتقوية الضفير. الزنك منلاقيه بثمار البحر وخاصة المحار، ومنلاقيه كمان بالأسماك على أنه نتناولهم أكيد مشوية أو مسلوقة. نبتعد قد ما فيك عن الأسماك وثمار البحر المقلية. المواد ضد التأكسد الموجودة بالحشائش الخضراء بالفواكه اللي لونها أحمر بنفسجي هي كتير مفيدة، فأنا بنصحك أنه تركزي على الركة، البقلة، البقدونس، النعنع، الزعتر، إضافة للفواكه اللي لونها أحمر بنفسجي مثل التين، التوت، الكرز والعنب. كل هالمنتوجات هي كتير مفيدة لصحتك من ميلة، ومن ميلة تانية بتساعدك على تقوية ضفيرك. إذا عندك أي سؤال أو استفسار عن هذا الموضوع أو أي موضوع تاني اكتبيلي بخانة التعليقات.